والله بالنسبه اللي نعرفه بالنسبه للنواب لم يقع معناها الاستدعاء للحضور للاجتماع دونك هذا المعطى اللي عندي. بالنسبة للخطاب أنا اللي نجم نقوله لك اللي هو اتسم بالنسبة للأمين العام قبل ما بالنسبة للأمين العام أنا ما عنديش المعطى ما نجمش نجاوبك، لكن بالنسبة للنواب لم يقع استدعائهم للحضور للاجتماع.